كده هو كاس العنبه، ولا عندي هنايا واحد 150 غرام ديال السكر، المهم كاس ديال السكر. انا غادي نقول لك المقادير ماشي بالغرامات باش ما تخلعيش. هذا كاس ديال السكر تقدري تكبريه تصغريه، انا غادي نوريك الطريقه. غادي نكب داك السكر هنا، غادي نجيب الماء، ها هو الماء، غادي ندير تنفزك هذا السكر، السكر يفزق. ديما كتنجحش مع الكراميل، هاي ان شاء الله غادي تبقى كتنجح. ومهم يفزق ان السكر ما يبقاش كاع كي ناشف، نشوفو الناشف يفزق مزيان. غادي نحيد هذا اللي مع الجناب، غادي نضر واخا نمسحهم بشي كتانه هكا باش ما يتحرقوش. المهم ها السكر فزق، غادي نمسح هادو نمسحهم. هو السكر بدا كيدوب معايا هكا. غادي نشعل النار، غادي نديرها على النار ونقصو العافية. إيه ما تخلعوش، سيوها، ديرو كاس صغير وسيو. إلا نجحت معاكم، أنا هاد الكاسرونة عندي ثقيلة، راه غادي نقول لكم عندها شي 7 سنين ولا 8 سنين، مخليها غير هاد الكراميل هذا حيت ما كتلصقليش وكتعطيني. هي خص شي حاجه تكون شويه ثقيله هكا، ما تكونش خفيفه، وما تجهدوش النار باش ما تجيكمش تحرق ولا شي حاجه هكا. غير بشويه هي باش كيدوب لنا السكر هكا شويه صغير، واحد معلقه الخشب هكا احسن، الاحسن معلقه الخشب مغرفه ولا هكا واحد شنو كيقولها. وهذا منين نحيدوه نديروه في واحد الكاس الماء باش ما يبقاش يلصق لنا، باش ما تلصقش فيه داك. راكم عارفين السكر ملي كيسخن ويلصق ما كيرجع ما يزولو. المهم احنا معاه هكا حتى يذوب، وغادي نوريكم الطريقه. يعني دابا هكا الماء نشف منه، دابا السكر راه كيدوب باش يعطينا اللون، يعني صافي الماء يتحيد غادي يبقى يعطينا اللون ديال الكراميل. غتكون واحد المعلقه كبيره ديال الزبده عندك مجدها حداك، غتكوني حاطاها حداك. غادي ندير واحد العقده ديال اللوز هادي بحال البخانيني، هي حتى هي عندي هنا واحد المعلقه كبيره، تقدر دير حتى معلقه ونص معليش على حسب اللي عندك. هذه العقده ديال هذا البخانيني ديال اللوز، راني وريت لكم كي داير. هذا الحليب مركز عندي هنايا واحد جوج حليب بحال النسلي، ولكن راني مصايبه بيدي سخون جاتني، ها هو فينا تقريبا عندي واحد جوج معلقات. هذا راني مصايبه بيدي، دابا ندير لكم ان شاء الله حصه عليه. ما تشريش كاع الحليب باش انا كطيح عليا رخيصه، حيت انا عندي كنصاب هادشي كنصابهم بيداي، قليل الحوايج اللي كنشري. دابا هاد الحليب المركز هذا كنصايبو، دابا ندير لكم ان شاء الله حصك واحد تكون بها. دابا نصايبها عندي واحد جوج معلقات ديال الكاكاو، هذا الكاكاو حيت انا بغيتها تعطيني المذاق ديال بحال الشوكولات كراميل، وفيه منسم بهذا بالشوكولات مع داك البخاني ديال اللوز كتعطيها واحد المذاق رائع. وغادي نزيدو نحتاجو واحد جوج حكاك ديال دانيت، ها هو فينا دانيت ديال الكراميل، عرفتو مع المذاق ديال ديال البخانيني دلوز مع الكاكاو مع داك الحليب المحلى مع هاد دانيت. هذا راه كيدير واقيلا جوج دراهم ونص، راه زوين الصراحة. وغديري واحد الكراميل غتبقى لك ديما، وطبيعة الحال الملح باش كتعطينا واحد البنة حتى هي. صافي هادشي اللي غادي نحتاجو،
نخليو الكراميل كتحت حتى انا، ولكن هذا الشيء خصهم يكونوا محطوطين، ماشي حتى تبقى الكراميل كتحرق وانت عاد كتقلبي على هذه وتقلبي على هكا، كتبقى لنا بعض المرات. لا خصنا هذا، وخصني واحد الصفايه بحال هكا غتحطها حتى هي حداك باش تغرب لي الكاكاو، ومن بعد غادي نصفيو هاد الكراميل، غادي نصفيوها واحد الباطور نتاع المهم الباطور ديال الدو او لا شي ضرب ديال اليد، هي شي حاجه تكون سريعه تخدمي بها باش داك هاد الشيء غادي نديروه يقدروا ينسجموا لنا مع الكراميل، باش كتعطي واحد الرطوبه وواحد كتجي رائعه، ما كتجيش محجره ولا هذا. ومن بعد كنوليو نصفيوها ان شاء الله. ها هي بدات كتعقد معانا. غادي ندير داك المعلقه ديال الزبده هاكا تهبط دابا، معلقه كبيره ديال الزبده، الا كانت عندك معلقه صغيره ديري معلقه ونص. واخا هاكا كندير انا عادي، وكندير كنزيد داك المعلقه د العصير دابا العصير انا ما عنديش في هاد الساعه واجد، انا غير واحد جوج معلقات تاع الحليب مركز ان شاء الله. رانا غادي نوعدكم غادي نحطو معاكم، حيت راه كيحطوه في القنوات اخرين قنوات، يمكن الاخوات ما كيفهموش ولا شي حاجه. دابا غادي نطفي النار، غادي ندير داك دانيت الاول ونحرك. غادي ندير الثاني، من دغيا حركو حيت كيشد هي خصها الزربه، الزربه باش ما تحرق لكمش ولا شي حاجه، باش يجي اللون ديالها مذهب وداك الشيء. حيت انا علاش دوزت فيها شويه الطياب، حيت انا باغيها بنيه قاطعه هكا، وانتم خليوها غير يكون اللون ديالها مذهب وصافي. غادي ندير داك البخانيني د اللوز، غادي ندير داك جوج معلقات ديال الكاكاو، هادو خصهم يتغربلو ضروري بالتغربيل، واخا ديرهم غير في الصفاية ديال القهوة. إلا ما عندكش باطوغ ولا شي حاجة، على قولتك تقدري تخدميها غير بالطراب ديال اليد، هي يعطيها الخدمة. واحد المعلقه صغيره ديال الزيت، الزيت باش كنطيبو زيت لوسيور، الزيت لوسيور كتحطيها لا ماعن باش كتبقى كتلمع كتجي زوينه. نولي نزيد نضرب يدي.
انا راه ما درتش داك الكتال معايا كاع، راه جايه صافيه ما فيها حتى حاجه. نتوما علاش حسيتوا بها؟ حيت ملي كتكون دايره لنا الكتل كنصفيوها. واخا هكاك عادي نصفيها معاكم، نصفيوها انا درت معكم جوج حصات دابا ديال هاد الكراميل. هادي نتاع الشوكولات ولكن غير زربي عليها نحطها سخونه، كنلقى واحد المغرفه د الخشب كنخرجها من هنا. عرفتي واحد المذاق مع داك البخانيني ديال اللوز؟ جات رائعة. شوف تجي كتات على شكل شكلاط، لأن فيها المذاق ديال الشكلاط وفيها هداك المذاق ديال البخانيني ديال اللوز. بحال الشكلاط سائل، كنعمر بهم أنا داك التورتيات الصغيورين، كنديرهم كنحتاجهم، كندير جميع أنواع الحمرا الصفرا جميع أنواع ديال الكراميل. مهم اللي كانت باغية عندها مشكل في الكراميل تقول لي، إلا كانت فهمت هكا وعادي تعرف الفكرة. دابا أنا اللي ملي لاخت معاكم راكم عادي الفكرة راها وصلت تاع جميع أنواع ديال ديال الكراميل. إلا كنتو ما فهمتوش ولا حاجة قولوها لي. وهاهي جوج وصفات ديال الكراميل. أنا غادي نديرها دابا في واحد القريعة، وهذه هي الوصفة ديالنا الكراميل. دابا هاد اللون هذا غامق، هو كيجي بحال لون الشكلاط، كيجي رائع رائع واحد اللون ديالو، والمذاق العجيب المذاق اللي فيه. بعدا تذوقوا المذاق وعادي تشوفوا شنو. دابا انا غادي نعمرها في هاد القريعه، وانتوما انا كندير شي خطه كميه كبيره ياك، ومن بعد كنبقى نديرها في قريعات ونسد مزيان ونديرهم واحد ربع ساعه في الماء يغليو، ونخليهم هكاك معقمين كيبقاو لي مده طويله ما نديرها لا في الثلاجه لا والو. صافي ودابا غادي ندوزو للكراميل الذهبيه، غادي نوريكم كي غادي ديروا لها. ما عادش تزيدوا لها الطياب بحال هادي، غادي تبقى غير مذهبه وصافي. انا غادي نوريكم. صافي هادي بالنسبه لهاد البنيه، هادي هاد المذهبه كتجي اللون ديالها مذهب، كتجي رائعه الصراحه. كنخليها غير بحال هكا، ما عادش نزيد لها الطياب. نتوما كيبقى لكم بغيتو اللون تقطعوه شويه، هي ما يجيش محروق يعني، تزيد شويه على هكا. بغيتو هاد تجي ذهبيه خليوها غير بحال هكا. صافي غادي ندير لها الزبده، ندير لها داك الحليب مركز اللي دابا ندير لكم حصه ديالو ان شاء الله، ونديرو دانيت. صافي ولا بغيتو ديرو شي بخانيني نتوما ديرو، ما بغيتوش بلاش. صافي وكتعطيوها هكا الخدمه وتضربوها شويه في الطراب وصافي، وكتصفيوها وصافي. صافي بعد ما سالينا ها درنا لها دانيت البخانيني ديال اللوز وكلشي، صافي غادي ندوزو دابا نصفيوها. ضروري خصها تصفى. صافي كتعطينا واحد اللوين رائع صراحه، وهذه كتحتاجوها لاي حاجه احتاجيتوها، طوطات فلو شي حاجه كتعسلوها. هاد الكراميل كتعطيكم واحد المذاق رائع صراحه رائع. كنحتاجها هنا في صابلي، شختها كنصوب بها حتى لجنات صابلي. المهم اي حاجه انا اللي كنصايبها غادي نبقى نشاركها معكم ان شاء الله. ها هي كتجي زعما الصراحه كتجي رائعه. نصاوب لكم معلقه الحديد، شتي اللون كي كتعطي الاخرى. انا بغيتها بداك اللون هذاك حيت محتاجها في شي وصفات اخرين، وهذه كنخليها عاوتاني في هذا اللون هكا حتى هي كنديرها في قريعات نعقمها الا بغيت نعقمها. ما كنت محتاجه بها كنخدم بها، ملي كنكون جالسه كندير كريمات بزاف بحال هكا بالانواع ونحيدهم. كاين عندي الفريز، كاين عندي ديال اي لون بغيتي واي مذاق
عندي ديال هاد الكريمات ان شاء الله. كل مره فين ما نحط شي وصفه نحتاجها غادي نصيبها ونحطها معكم ان شاء الله. ايوا قبلوا علينا وما تنساوش الاشتراك وزيدوا دعموا شويه القناه تطلع شويه تزيد القدام ان شاء الله الرحمن الرحيم. مازال كاين الخير القدام. يلا مع السلامه.